بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم على قناة أنفاس بريس ومع هذه الأنفاس الرمضانية، وهي مجموعة من الأسئلة سترونها تباعا خلال هذا الشهر الفضيل. نبدأ بالسؤال الأول: ما هو فضل رمضان؟ لماذا هذا الإقبال على الله سبحانه وتعالى في رمضان، وهذه التوبة الجماعية والاجتهاد والطاعة في شهر رمضان؟ شهر رمضان خص الله به هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، التي اختار لها الله تعالى فضل الزمان وفضل المكان وأفضل الشهور وأفضل الأيام في الأسبوع وهو يوم الجمعة، وأفضل الشهور وهو شهر رمضان، وأفضل الليالي وهي ليلة القدر، وأفضل الأماكن وهي الكعبة. كل ذلك اختاره الله لهذه الأمة لأن نبيها محمدا صلى الله عليه وسلم هو أشرف الأنبياء وأفضل مخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى. إذن شهر رمضان هو شهر مبارك، شهر فضيل. يقول الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إذن هذا الشهر، هذا شهر رمضان، فضله الله تعالى بأمور، ومن أعظمها القرآن الكريم، لأنه شهر تنزل القرآن على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نزل عليه في أول مرة وفي بداية الوحي، نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، ثم بعد ذلك تنزل على الحبيب صلى الله عليه وسلم خلال 23 سنة. ولذلك يشرع للمسلم إحياء الليالي بهذا الكتاب العزيز كما كان يفعل الحبيب عليه الصلاة والسلام. يقول سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. إذن الله تعالى فضل رمضان بمجموعة من العبادات. فضل الله تعالى رمضان بكثرة الصدقة، فضل الله شهر رمضان بكثرة الإنفاق، فضل الله شهر رمضان بكثرة الذكر وكثرة تلاوة القرآن، فضل الله تعالى رمضان بكثرة التوبة والإقبال على الله عز وجل وترك المحرمات. إذن هذا الشهر فضله الله تعالى بهذه العبادات الجليلة العظيمة. فإذا ذكرنا الذكر فرمضان شهر الذكر، إذا ذكرنا تلاوة القرآن فهو شهر الختمات، وإذا ذكرنا الصلاة فشهر رمضان هو شهر القيام وشهر التراويح وشهر الصلوات والاجتهاد، وترون بيوت الله والحمد لله ممتلئة عن آخرها، والناس يجتهدون لسماع ختمات القرآن وسماع المجودين وسماع المشفعين وسماع كلام الله تعالى. وأيضا شهر رمضان شهر الإقبال والتصدق على الفقراء والمساكين، فنرى مئات الآلاف من القفف التي توزع في رمضان، وكذلك الصدقات وزكوات الفطر وغير ذلك من الأعمال التي يرتقي بها المسلم في الأعمال. كذلك الصيام، الإنسان يصوم 30 يوما بدون انقطاع. شوف يعني الفضل ديال هذا الشهر، حيث يسهل الصيام على الإنسان. أنت في خارج رمضان أحيانا تريد أن تصوم يوما ربما تجد مشقة، ولكن في شهر رمضان سبحان الله الإقبال على الصيام. الطفل الصغير يريد أن يصوم، المرأة الكبيرة تريد أن تصوم، الشيخ الكبير يريد أن يصوم، حتى المعذور هناك من له عذر ويجتهد لأن يصوم، بمعنى أن الصيام يسهل في رمضان. ثم إن شهر رمضان هو شهر الإخلاص وشهر التقوى وشهر الإنابة وشهر الإيمان. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل رمضان وفتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للاجتهاد في هذا الشهر وعمارة أوقاتنا والاجتهاد في هذا الشهر، ولا نضيعه في الغفلة، ولا نضيعه في اللهو، ولا نضيعه فيما لا ينفعنا في الدنيا ولا في الآخرة. وفقكم الله تعالى وبارك فيكم، والحمد لله رب العالمين.